السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن إحدى العملات الرقمية الجديدة التي ما زالت في مرحلة البريسيل، وهي عملة السولانا VM. هذه العملة أثارت انتباهي، وبصراحة وجدت فيها أشياء تستحق أو مثيرة للاهتمام في سوق العملات الرقمية. وأنتم الحمد لله دائما تعرفونني أنني لا أضع أي عملات رقمية مجرد مضيعة للوقت، وأي عملة رقمية أعطيها لكم أدخل فيها أنا أولا. ليش؟ لأنه إذا ربحنا نربح الكل، إذا خسرنا نخسر الكل، نخسر جميعا. والحمد لله جميعا أو جل الحمد لله العملات الرقمية التي أضعها لكم بالخصوص في مرحلة البريسيل تكون الحمد لله كلها مربحة. لا تذهبوا بعيدا، خليكم معنا. نعم عزيزي المشاهد، فكما تعرفون سوف نتذكر أو نذكر لكم عملة السولانا VM، ماذا يميزها والأشياء المثيرة للاهتمام الخاصة به. أول شيء، ما هو سولانا VM؟ فسولانا VM هو أول لاير 2 متوافق مع شبكة السولانا، فيحق لك من خلال هذا المشروع أن تقوم بنشر تطبيقات الإثريوم على السولانا بمعدل قليل من الكود تشين. والسعر الآن الخاص بالسولانا VM هو 0.073، والنيكست راوند سيكون بمقدر 0.080، يعني استغل الفرصة من الآن. كما أنا شخصيا سوف أشتري هذه العملة. العملة الآن لحد هذه الساعة جمعت ما يعادل 700,000 دولار. بالنسبة لعملية الستيكينج، خزن عملاتها فيحق لك ذلك بربح سنوي مقدر. الشيء المثير للاهتمام والذي عجبني بشكل كبير هو كمية المنصات العالمية الداعمة للسولانا VM، منهم الانفستينج.com وهو الموقع المعروف في مجال التداول، أيضا موقع البيزنس انسايدر، أيضا ذاكر ومدعم لعملة السولانا VM. نتكلم أيضا عن البنزيجا، تقدر زيارته بأزيد من 20 مليون زيارة في الشهر، موقع من قوى المواقع في عالم الاستثمارات، ايضا الكوين ماركت كاب الغنية عن التعريف داعمة ايضا. بالنسبة لي فاتوقع من سولانا VM ان يكون لديها مستقبل باذن الله السميع العليم. فخلال موقعهم الرسمي صراحة هناك معلومات قيمة جدا. ماذا يميز المشروع؟ هو كمية مثلا الترانزاكشن في الاقتطاعات الخاصة بالعملة، لاحظوا اقل اقتطاع 0.01 مقارنة بالإثريوم والسولانا والباينانس سمارت تشين. السولانا VM عزيزي المشاهد دائما تكون اقل تقديرا، وهذا ما يميزها عن باقي النيتوركس الاخرى. بالنسبه للتوكن نومكس عزيزي، فالتوتال سبلاي الخاص بالعمله 8 ملايير، البريسيل تقريبا يقدر ب 15%، السيكس او ديكس ليكويديتي يقدر ب 15%، تيم او الفريق 15%، الكوميونيتي 10%، الماركتينج 15%، والتريزوري والايكو سيستم ب 30%. هنا الاوديت او التدقيق، هذه العمله التي تعرفون انها مدققه ومؤمنه بشكل كامل، فهذا هو الاوديت عن طريق السوليد برو. بالنسبه لل رود ماب في الفاز 1 او ستيب 1 توجد اليات قد قدموها بالفعل، وفي ستيب 2 البريسيل قد تم، ونحن الان في ستيب 2. اوكي، ستيب 3 على قادم عزيزي المشاهد، ستنضم العملة على منصات عالمية. بالنسبة لستيب 4 ستكون هنالك ايضا استراتيجيات رائعة نتمنى تحقيق ذلك، وستيب 5 والاخير ستكون للعملة للسولانا VM تطوير في البرودكت الخاص فيها الى الفيرجن 2، وايضا سيكون هنالك تطوير كبير في الايكو سيستم، وهذا ما نتمناه بصراحة. الآن عزيزي نمر إلى طريقة شراء هذه العملة من البريسيل وقبل دخولها إلى المنصات لكي تكسب أرباحا كبيرة. كل ما علينا فعله عزيزي هو أن تقوم بربط محفظتك، سواء الميتا ماسك سواء أي محفظة تمتلك، ونختار مثلا نحن محفظة الميتا ماسك، نعمل نيكست وكونكت. نعم ولقد تم ربط محفظتنا بنجاح. أول شيء نختار النيتوار، نخليه مثلا بين سمارتين أو الإثيريوم، نخليه إثيريوم. أوكي، نختار بماذا نريد شراء هذه العملة. يحق لك شراؤها عن طريق الشيبا، عن طريق اليو اس دي سي، عن طريق اليو اس دي تي، وعن طريق الإيثريوم. الجميع يفضل اليو اس دي تي، انت اختر، انا افضل اليو اس دي تي. وقم بشرائها ب $200. نختار العملة التي نريد ان نقوم بشرائها عن طريقها، مثلا نختار اليو اس دي تي، ونختار مثلا نريد شراء هذه العملة ب $200، سوف اشتريها ب $200 يو اس دي تي، ونضغط هنا على باي ناو.
ننتظر، نؤكد الشراء من الميتاماسك، نضغط على كونفيرم ومبروك علينا عملية الشراء. فالآن نحن نمتلك السولانا VM. أين سأجد عملتي؟ سأجدها هنا في Transaction History. نعم سأجد أني شريت في عملة السولانا VM. أيضا إذا أردت متابعة أخبارهم إما عن طريق تويتر فيحق لك ذلك، وإذا أيضا إذا أردت أن تقوم بالدخول إلى جروب التليجرام الخاص بي. إلى هنا أكون قد أنهيت هذه الحلقة. إذا كانت لديكم أي استفسارات كيفما كانت أتركها لي أسفل هذا الفيديو، سوف أقوم بالرد على جميع استفساراتكم عزيزي المشاهد. كما تشاهدون وشاهدتم أنا شخصيا قمت بالدخول وشراء هذه العملة. أتمنى من الله خيرا أن يرزقنا وإياكم في هذه العملة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.